هل يقول الدعاء المأثور بعد الأذان؟ الظاهر أنه يقول، لأن هذا الدعاء ليس لا يوجد مثله في الأذان، ولكنه لا يجيب نفسه، ولكنه لا يجيب نفسه كما ادعاه بعض العلماء. بعض العلماء يقول إن المؤذن يجيب نفسه، فإذا قال الله أكبر بالصوت المرتفع قال بنفسه الله أكبر، فيكون التكبير كم؟ الأول ثمانية مرة في الأصل ومرة في التبعية، وكذلك التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول بنفسه بلسانه ينطق به أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر مرة بالأصالة ومرة بالتبعية. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فجعل السامع شيئا والمؤذن شيئا آخر. أما الذكر فلما كان المؤذن لا يقوله في حال الأذان فليقوله بعد الأذان كما يقوله الآخرون. فالصواب أن الدعاء بعد الأذان يشمل المؤذن والسامع. نعم.